نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في مجال الغوص والإنقاذ النهري. تأتي الدورة التدريبية في إطار حرص وزارة الداخلية على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الشقيقة. تملك وزارة الداخلية معاهد تدريبية ذات معايير دولية وكوادر أمنية ذات خبرات وكفاءة كبيرة، وانطلاقا من حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتقديم الدعم التدريبي الأمني للدول الصديقة، نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في مجال الغوص والإنقاذ النهري. تضمنت الدورة محاضرات نظرية للمشاركين فيها في مجالات السباحة والغوص وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في حوادث الغرق. تطوير مهارات المتدربين من أكتر من دولة في العالم على إزاي يتعاملوا مع الإصابات بتاعة الغرق، خصوصا في حالات زي الغرق في نهر النيل أو الغرق في الأنهار عموما. والتدريب بتاعنا موجود فيه أجزاء كتيرة جدا، أجزاء نظرية وأجزاء عملية. بإمكاننا إنقاذ الغريق بعد خروجه من المسبح أو النهر، وذلك عن طريق استخدام الإسعافات الأولية سواء كانت اليدوية أو باستخدام الأجهزة. بدأ الجانب العملي في الدورة باستعراض وتجهيز معدات الغوص بميدان تدريب الإنقاذ المائي بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية ومراجعة تدريبات الغوص والإنقاذ. وشهد نهر النيل إجراء التدريبات الميدانية للدورة التدريبية في المياه صعبة الرؤية ذات الكثافة العالية. كما شملت التدريبات العملية الغوص والإنقاذ النهري والبحث والانتشال في المياه صعبة الرؤية وعمليات الإنقاذ باستخدام الموتوسيكلات المائية. أهلاً، 저는 대한민국 소방관 소방장 김성엽입니다. 우선 ICDO 측에서 이 다이빙의 워터 레스큐 과정에 초청해 주셔서 굉장히 감사드립니다. 이 워터 레스큐 과정이 한국 축하 매우 유사한 환경에 있는데. وتلقى المتدربون محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول انتشار الأجسام الثقيلة باستخدام الباراشوت المائي كإحدى التقنيات المستحدثة في عمليات الإنقاذ النهري. أنا تعلمت الحقيقة ثلاثة مهارات جديدة هي ما موجودة عندنا في السودان. مهارات إنقاذ الأجسام الخفيفة وسط السكنديل، دي حاجة جديدة نحن ما عندنا. تبادلنا خبرات كثيرة مثل كيف التعامل مع التيار والغوص بالتيار القوي الشديد ومواجهة الأمواج أثناء الغوص. نشكر دولة مصر على اللي استفدناه وعلى اللي تعلمناه بالدورة هاي. وفي ختام فعاليات الدورة التدريبية حصل المشاركون فيها على الشهادة المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO في مجال الغوص والإنقاذ النهري.